لابيل دو ستار كيف كل صباح. اليوم خدينا الصوت ديال حسن فلان واتصلنا بواحد الراجل، سمعوا اشنو وقع بيناتهم. السلام عليكم. ما كدوش اللحظه بلا ما نفكر في شي حاجه خصني نديرها، خصني نصاوب شي حاجه. ما فهمتكش اسيكش معايا. كنقول قد ما عطيت وخليت من ورايا حوايج زوينه قد ما نكون مزيان. عاش الشريف، راني ما عرفتش كيفاش تقول. كنغامر بمعنى وصحتك اخويا. بغير هو علاش تصوني عليا دابا؟ ما نبغيش شي واحد نشوفه مظلوم وما نبغيش نظلم شي حد. ياك ما غلط الشريف النمره. حقاني لا كان فيا الحق نقول انا غلط. ما فهمتكش واش تا نورمال؟ عمرني ما كنت متشائم، دائما كنقول اه ممكن تكون. سمح لي واقيلا نقطع لك اخويا، ما فهمتكش. تعرفني يا سيدي؟ انا ما عرفتكش، شكون اللي معايا؟ قول لي باش نعرف نكمل معاك ولا نقطع. فين نقطع اخويا؟ حتى حنا ولاد 9 شهور بامكاننا نصاوبوا حويجات زوينين. واقيلا نقطع لك اخويا، سمح لي يا زيد. انا ما عرفتش، واقيلا غلط في النمره ولا قاص شي واحد اخر. هذا مشكل خلق لي بزاف د المشاكل. اش نقول لك اخويا؟ مشكلتك هذيك غير سمح لي، راه مع الخدمه ما نقدرش نكمل مع اخويا. مسكين بدا هنقطع على اخويا في الادب. هنقطع على اخويا الادب. هنقطع على حبيبي لا كيقول لي واقيلا غنقطع عليك. باقي يلاه كيفك وما قطعش ليه في الاخر.